موضوع آخر، خلينا نروح لقصة بقى الحقيقة، يعني قد ما هي موجعة بس برضو فيها جزء كبير من الأمل وجزء كبير كده من الراحة، لما نعرف إنه مستشفى الحسين الجامعي استقبل حالة الحياة صعبة جدا حضرت لي المستشفى، مستشفى الحسين. الطفل كان عنده اختراق لسيخ حديد لجسمه وخرج من أسفل البطن، طبعا حالة صعبة جدا وكان ليها مضاعفات طبية كثيرة والوضع كله كان رهيب. يعني استقبلوه الولد في المستشفى وعمل الأشعة وعمل التحاليل بشكل سريع جدا، دخل أوضة العمليات شالوا السيخ، عالجوا التهته كاملا في جدار المعدة، وقفوا النزيف ورجعوا كل شيء لأصله. عملية كانت صعبة، 3 ساعات ونص في أوضة العمليات. الحمد لله الحمد لله، الحالة دلوقتي مستقرة وبتتلقى العلاج. تعالوا نسمع الأبطال الحقيقيين وراء هذه القصة. طيب قبل ما معانا الدكتور أحمد عبد الجليل، بس أول ما سمعت القصة قد إيه اتفزعت يعني من التفاصيل بتاعتها، وتخيلت فورا حالة الألم وحالة القلق والذعر اللي كانت في العيلة كلها، وإن الطفل دوت يا ترى إيه اللي هيحصل له، هيعيش ولا مش هيعيش. الحمد لله الحمد لله ربنا نجاه، وده اللي بيخلينا دايما نقول انه يعني الاطباء المصريين عندهم قدرات وكفاءه فعلا عاليه جدا. وكنا يمكن من كام اسبوع بنتكلم عن الاطباء المصريين والحالات يعني الملهمه اللي عملوها واللي بيتلقوا عليها الثناء في مؤتمرات خارجيه، وكلها بتتعمل في مستشفيات حكوميه وبتتعمل ضمن اطار يعني التامين العام الشامل بطريقه احنا ما كناش متخيلينها ابدا. ادي السيخ زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه بعد استخراجه من بطن الولد، طبعا حاجه مرعبه ان سيخ زي ده يبقى في جسم طفل ويخرج منها، يعني ربنا يسلمه وينجيه ويخرج منها بفضل يعني البراعه والكفاءه الشديده اللي احنا شفناها في الاطباء المصريين. معايا دلوقتي الدكتور احمد ايمن، دكتور محمد ايمن، وهو طيب من مستشفى، مدير مستشفى الحسين الجامعي. دكتور محمد ايمن، دكتور مقيم بجراحه الاطفال بمستشفى الحسين الجامعي. مساء الخير يا دكتور، واعذرني على اللخبطه. لا لا، تحت امر حضرتك. اهلا وسهلا. اولا طبعا جهد كبير جدا قمتم بيه في المستشفى مع الحاله دي تحديدا، لو تكلمنا كده بشكل مبدئي عن صعوبتها ولو انه الصور موضحه وبتبين. والله هو المشكله كلها كانت تكمن في ان الطفل، طبعا ده طفل مش انسان كبير مش انسان بالغ، والهلع اللي كان في الحضور كلهم واهله والاقارب يعني، والحاله استقبلناها في مستشفى الحسين وكان في تعليمات كامله بان كل الامكانيات المستشفى تسخر من اجل الحاله ومن اجل التعامل معاها. ده طبعا كان كلام موجه من اداره المستشفى ورئيس القسم الاستاذ دكتور عبد المنعم شمس والاستاذ دكتور عبد العزيز يحيى رئيس الوحده. كان كل الناس فخرت في السبل كلها لاستقبال الحاله والتعامل معاها في اسرع وقت. المشكله ان الطفل اللي حضر المستشفى كان طبعا فيه هلع وذعر وكده. السيخ الحديد كان يخترق. هو عمره قد ايه معلش الولد؟ 9 سنوات. 9 سنين. السيخ الحديد كان يخترق كيس الصفا من الجنب الايمن وخرج في اسفل البطن. يا خبر. كان الهدف كله ان احنا نحاول نعمل نحضر الطفل كويس، نحاول نخلي علاماته الحيويه في وضع كويس بحيث ان هو يسمح بدخول العمليات في اسرع وقت. وبصراحه ده كان جهد مشكور من تيم الطوارئ من دكاتره وتمريض وعمال. احنا وحضرتك بتتكلم شايفين الصور، الفريق الطبي اللي استقبل الحاله، يعني ما شاء الله كلكم قمتم بجهد كبير قوي. كم شخص في الفريق الطبي اشتغل على الحاله دي تقريبا؟ شكله فريق كبير. هو ده الصوره دي مش ظاهره كل الناس الصراحه، يعني خلف في ناس اكتر، خلف الكواليس كان في ناس اكتر بكتير وكان دورهم ابرز بصراحه، يعني من اول مدير المستشفى، الاداره كلها بكل امكانياتها، لحد العمال الطوارئ، تمريض الطوارئ، تمريض اسم جراحه الاطفال وعمال اسم جراحه الاطفال، مرورا بالاسم والطاقم اللي اشتغل من دكاتره الاشعه والفنيين لحد مع فنيين المعامل، دكاتره جراحه الاطفال، دكاتره التخدير، تمريض العمليات. لا، كل الناس كانت على قدم وساق بحيث ان احنا في اسرع وقت يكون الطفل ده ان شاء الله يخرج طبيعي ويمارس حياته الطبيعيه. والحمد لله الوضع دلوقتي مستقر، يعني كان الموضوع كله بكتاب الدكتور احمد العزب مدرس جراحه الاطفال، الدكتور محمد عباس مدرس مساعد جراحه الاطفال،
الناس دي بصراحة يعني في خلال دقايق معدودة كانوا موجودين معانا، والطفل كان داخل عمليات. الدكتور مراد بركات مدرس مساعد التخدير طبعا دور رؤساء الأقسام في التنسيق، في خلال ثواني معدودة الدكتور عبد المنعم شمس والدكتور عبد العزيز يحيى جراحة أطفال والدكتور أيمن كحلة أستاذ ورئيس قسم التخدير. يعني صراحة كل الناس كانت على قدم وساق، وفي أسرع وقت تم التعامل مع الحالة وتم تشخيص الحالة وتم الوصول وتم التعامل معاها وخروج الحالة الحمد لله في حالة مفاضة مستقر. إن شاء الله لحد ما يتم شفاء الطفل على خير ويخرج لبيته إن شاء الله سالم. والرسالة اللي نحب نوجهها للناس كلها طبعا إن هم يخلوا بالهم من أولادهم في البيت طبعا وفي أي مكان. يعني بصراحة الوضع كان مأساوي والحمد لله إن الوضع عدى على خير ده لولا والحمد لله ستر ربنا ولولا كفاءتكم يعني ولولا الجهد اللي قمتم بيه طبعا كان الوضع يبقى صعب قوي. انا الحقيقه بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد ايمن، دكتور مقيم بقسم جراحه الاطفال في مستشفى الحسين.